أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحن عم نلعب كنا بتكتيك معين بالشوط الأول لنقدر نطلع بصراحة. بنعرف خطورة فريق جبلة خصوصا من المراكز الأمامية، وبنعرف نقاط الضعف تبعيتهم كمان بخصوصا بالأطرافهم وبعمق الدفاع تبعيتهم ومبالغة بالانتشار تبعيتهم، لكن بصراحة ملعب صغير شوي، فلذلك اليوم وضح لعنا هي المعالم. نحن اشتغلنا على شيء كثير منيح بالشوط الأول، لكن نحن الأهداف اللي تلقيناها بصراحة، خلينا نحكي وانهي الشوط الأول، نحن تلقينا الأهداف بأخطاء فردية من اللاعبين بصراحة، وهذا الموضوع الحمد لله بيصير بأي مكان يعني، لكن رجعنا وداركنا الموضوع وسجلنا وتعادلنا. بالشوط الثاني بصراحة قدرنا زج بمهاجمين، العب بطريقة هجومية أكثر، لاعب وسط ارتكاز لاعب واحد، تمركز دفاعي على مستوى الأظهرة كان بشكل جيد، كنا بنتمنى أنه نستحوذ على الكرة الثانية بشكل أفضل لحتى الانتقال للهجوم السريع، ونملك وسط الملعب حتى ألعب للأطراف لأوصل لكرات عرضية. بتصور أنتم شفتوا المباراة، كنا ضيعنا أكثر من هدف وكنا قابلين انه نحن اللي نسجل مع الاخطاء اللي نحن اخطاناها. انا برايي الاهداف اللي سجلت بمرمانا هن اخطاء فرديه من لاعبينا او خطا تمركز من لاعب من عنا، يعني كنا بمباراه انا برايي فريق الطليعه قدم مباراه جيده جدا اليوم، لكن النهايات نوعيه العناصر اللي عند فريق جبله قدر ينهي، والمباراه انتهت بهي النتيجه. الهدف الاخير اجى بالدقيقه 95، كنا نحن زاجين باكبر عدد من المهاجمين حتى اما ندارك التعادل، يعني ما بينحكى بهذا الهدف. بدايه عن المباراه بدي احكي عن العناصر الموجودة عندنا بالفريق، ممكن أوصفهم أنا بقليلين خبرة لأن أغلبهم شباب ما بيعرفوا يتعاملوا مع مباريات رسمية، بحاجة لأكثر مشاركة. نحن كنا بداية الشوط الثاني الأخطر لعن جبلة، حتى بالشوط الأول كبينا فرصتين، وجبلة عنده عناصر مميزة، في عنده كان فوضى بالتمركز بس ما حسنا نستغله بصراحة. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بالجايات بيكون فريقنا أحسن، عنده خبرة أكثر بالنهايات، والله يوفق الجميع، ومبروك مرة ثانية نادي جبلة. طبعا أنت بتعرف كرة القدم هي جلة حالة ذهنية ونفسية، أكيد ضيع ضربة الجزاء أي لاعب ممكن يتوفق وممكن ما يتوفق فيها، زائد ضياع ضربة الجزاء جينا نحن تسجل بمرمانا هدف من كرة ثابتة. خبرنا اللاعبين قبل المباراة وبالدروس النظرية امبارح واول امبارح انه الطليعة فريق عنيد، فريق متمرس قادر يسجل عليك عن طريق الاطراف او بالكرات الثابتة، وقلنا لهم عيروا اهتمام كبير للكرة الثابتة لانه هي لحظة خامسة، اكيد بتعرف انت بلحظات المباراة، وإلى كتير عامل كبير بفوز الفريق مثل الضغط العالي. بالتأكيد فريقنا نحن نزلنا بالشوط الاول، الشباب كانوا عم بيتلقوا التعليمات بأنه نحن لازم نسجل، عم نلعب نحن بأسلوب معين. التغيرات اللي صارت بالمباراة أثرت كتير، حتى إذا لاحظت بين الشوطين بعد ما عطيناهم التعليمات كمان نزلنا بين الشوطين، أول 10 دقائق كنا نحن كمان شوي ما في ثبات ذهني بالمباراة. بالعموم الحمد لله رب العالمين، الشباب كانوا قد الحمل، اليوم يلي بينطفت الرجال يلي بيتحرر من القلق، بيتحرر من التوتر، بيتحرر من الحالة النفسية اللي صابته نتيجة ضياع ضربة الجزاء ونتيجة تلقي الهدف بهاللحظات هي، يعني انت بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول انك تتلقى هدف وقبل ضياع ضربة الجزاء. بالعموم كانت المباراة صعبة، الله يعطيهم العافية الشباب ما قصروا، الحمد لله رب العالمين. نزلنا الشوط الثاني نزلنا بروح عالية، اخذنا من تعليمات الكابتن، كنا رجال برد الملعب، فريق الطليعة فريق ما سهل، 3 نقاط مهمين بيخلونا دائما بالمنافسة، وان شاء الله ان شاء الله نوعد الجمهور نضل هيك على نفس الرتم ان شاء الله.